السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي فات اتكلمنا على الـ printf وكتبنا بعض الداتا المفروض متعلقة بشخص ما. المفروض الداتا دي مش متغيرة، يعني أنا عشان أعدل اسمي وأعدل سني و real age و blood type لازم أغير في الكود من الداخل. طيب المرة دي هنتعرف على حاجة اسمها الـ variables. ايه الـ variables دي؟ الـ variables دي المفروض هي عبارة عن مكان بنخزنه في بيتخزن في الميموري بتاعت البرنامج عندي، بحط فيه داتا. المفروض الداتا دي بعرفها في الأول وبعد كده في الآخر. هنا في الكود بأشير إليها في الكود بحيث إنه يظهر لي الكلام من الأول. يعني مثلا أنا عايز أعرف السن بتاعي، فأنا بعمل حاجة اسمها variable. variable ده هسميه age مثلا، يعني أنا سني يساوي 30 سنة، وبعمل semicolon. الايج ده اسمه ايه الـ variable. لكن في حاجة اسمها الـ data type. ايه هي الـ data type؟ الـ data type يعني هو نوع الـ data اللي هتخزنها في الايج دي. الايج ده اسمه variable، اسميه زي ما انا عايز، بس هو ايه الـ data اللي هتحطها؟ integer، يعني رقم صحيح. فانت بتكتب integer اللي هو الـ data type، بعد كده الـ variable name، بعد كده يساوي القيمة بتاعته، في الاخر بعمل semicolon. طيب الـ name ده بقى ليه خصائص، ما ينفعش اسميه مثلا بسيمبل، او ان انا احط ابداه برقم، يعني ما ينفعش احط 1 age مثلا او حاجه زي كده. لو ما ينفعش تكتبه كلمتين، يعني انت لو عايز تكتب كلمتين، يعني مثلا real age دي، يعني real age لو انا عايز اكتب سني الحقيقي ايه، ما ينفعش اكتب كده real مسافه age، لا ممكن تعمل سيمي كول underscore مثلا، او تخلي الحرف الاولاني في age ده يكون capital. فدي طريقه التسميه بتاعتها. طيب انا عملت integer age يساوي 30، فانا دلوقتي عايز اشيل كلمة 30 دي اللي هنا واحط مكانها قيمة ال age اللي هنا. فازاي بعملها؟ السنتكس بتاعها بيكون كالتالي، ان انت بتحط حاجة اسمها percentage d. ايه percentage d؟ يعني انا بقول له ان انا المفروض في داتا هنا بتتحط دي قيمة integer، ممكن اخليها في المية اي عادي، او في المية دي، خلينا في المية دي ثبتها في المية دي المفروض أنا بقول له إن في داتا هتتحط هنا قيمتها انتجر. طيب قيمتها دي المفروض متخزنة فين؟ فأنا باجي في الآخر كده بعد الدبل كوتيشن بعمل كوما وأكتب الـ variable اللي اتخزن فيها قيمة الانتجر ده. فأنا لو عملت run هبص كده هيقول لك age 30 سنة. طيب أنا لو غيرته مثلا خليته 15 سنة مثلا وعملت run هيبقى يطلع لك 15 سنة. فكده أنا قدرت أتحكم في الداتا اللي موجودة في الكلام عندي في البرنت من الـ variable ده. هرجعها 30 مرة تاني، وبعد كده هبدأ أضيف حاجات تانية. زي إيه؟ زي مثلا إن أنا عايز أغير السن الحقيقي، فأنا هكتب real age. ممكن أعملها كده زي ما قلنا إن إحنا مينفعش نحط كلمتين منفصلتين، يساوي 29.5، 29.5، وأعمل سيميكولون. طيب هل القيمة دي integer، يعني قيمة رقم صحيح؟ لا، ده رقم فيه decimals، فعشان أعرفه في الـ C بحط الـ data variable بتاعته اسمها float. float دي المفروض بتقبل حروف أو أرقام فيها أرقام عشرية زي الـ 29.5 دي. طيب حاجة هنا أشيل بقى 29.5 دي من هنا، والمفروض أحط العلامة أو الرمز أو الطريقة اللي أنا بنادي بيها القيمة دي، بقى بحط عايز أحط القيمة دي هنا، فبحط حاجة اسمها في المية إف. في المية إف دي اللي هي هحط قيمة فلوت في الحتة دي. طيب القيمة دي المفروض متخزنة فين؟ متخزنة في الداتا دي، في الـ variable ده اللي اسمه real age. فباجي بعد الـ double quotation، في ناس بتغلط بتحطها قبل الـ double quotation، في ناس بتحطها بعد الـ braces، لا هي ما بين الـ double quotation والـ braces، بعمل كوما واكتب نفس الـ variable اللي انا حطيته ده real age. لو عملت run هيظهر لك real age بتاع 29.5، بس في ارقام عشرية كتير. انا عايز اتحكم في عدد الارقام العشرية، فبكتب هنا قبل قيمة الـ f دي بكتب 1 من 10.1، ده معناها ان هو هيظهر رقم عشري واحد. لو خليتها 2 هيظهر لي رقمين عشرين، 3 وهكذا. يعني دلوقتي مثلا هيظهر لي 3 ارقام عشرية اللي هي 0.5 29.5 بوينت 500. أنا عايز رقم عشري واحد، فهكتب بوينت واحد real age بتاعي. فكده أنا أظهرت إيه رقم
صحيح، وبعده في رقم 10، تمام كده. طيب الفلوت ده في نوع منه تاني اسمه الدبل، يعني انا ممكن اخليه بعد الفلوت ده اخليها دبل. دبل بيقدر يخزن داتا، الداتا دي ممكن توصل الديسيمالز لغاية مثلا 14 ديسيمال. وازاي اظهرها هنا؟ بخليها 1F، عشان اظهر الدبل هنا بخليها 1F. يبقى انا عندي دلوقتي الانتجر في المية دي، الفلوت في المية اف، الدبل في المية 1F. لو عملت run كده هيظهر لي ايه الرقم بتاعي عادي زي ما كنت عامله في الفلوت، بس انا بفضل اكتب استخدم الفلوت عن الدبل. وهكتب هنا 1 من 10 اف، وكده هيظهر لي الرقم رقم 20 1. انا دلوقتي لو خليته بدل 29.5 مثلا خليته 28.5، هعمل build and run هيطلع 28.5. فكده انا ايه الكود بتاعي ما فيهوش اي مشكلة. طيب في ايه تاني ممكن اغيره؟ انا غيرت دلوقتي سني، وغيرت السن وريل ايج، عايز احط اسمي بس، عايز اعدل الاسم. ممكن اخليه من فوق هنا مثلا، الاسم ده اللي هو النيم. النيم ده المفروض يساوي عبد الرحمن، عبد الرحمن عمر. طيب المفروض زي ما احنا تعودنا ان احنا لازم نحط له داتا تايب اللي هي اسمها كاركتر. هو ده كاركتر هيتحط اسمه النيم. طيب قيمته، القيمة اللي هتحط فيه اسمها عبد الرحمن عمر، وبحط في السيميكولون. طيب الطريقة دي بقى في السنتكس بتاع تعريف الكاركترز، المفروض عشان ما دام انا هكتب تكست كلام كتير كده اهو، اكتر من كلمة يعني او اكتر من حرف، فلازم احطه ما بين دبل كوتيشن. لو حطيت دبل كوتيشن كده فكده هو عارف ان هو ده تكست، المفروض لو حطيته هنا خلاص هيظهر زي ما انا عايز. طيب اعوض عنه هنا بقى بايه، او اشيله هنا كلمه عبد الرحمن عمر، عايز اخليه يظهر لي الكلام اللي انا هكتبه فوق ده، او اخليه يظهر الفاريبل اللي اسمه ايه. طبعا عارفين احنا هنكتب هنا في الاخر نيم اللي هو اللي هيظهر في المكان. طب هنا احط ايه بقى؟ المفروض هنا بيتحط في المية اس، لان ده اسمه سترينج، كلام بيتحط سترينج. طيب لو عملت رن هيظهر لي هنا نل. طيب ايه المشكلة ان انا لما بكتب بس كلام فيه حروف كتير بعمل حاجة اسمها array، تعرف ان هو ده الكلام ده هيتحط في array، هنعرفها في فيديوهات قادمة كده ان شاء الله الarrays وكده. بس ان انا المفروض بسيب الكلام ده كله بيتحط هنا في الكود بتاعي، بيبقى عارف عدد الحروف والكلام ده. لو عملت build and run هيطلع لي اسم زي ما انا عاوز. لو كتبت اي اسم تاني، لو زودت مثلا هنا يوسف مثلا وعملت build and run هيطلع لي اسمي كامل ما فيهوش اي مشكلة. طيب فاضل ايه كده؟ فاضل اللي هو ال blood type اللي هو فصيلة الدم بتاعتي. هكتب blood مثلا، ده المفروض ال variable وقيمته بيساوي ال b، تمام. طيب ايه ال data variable بتاعها؟ ال data type بتاعها برضو character، ان انا بكتب حرف. طيب في فرق بقى ما بين ان انا اكتب حرف عن ان انا اكتب كلام. ايه الفرق؟ ان ده حرف واحد بحط له كوت واحده، ومش مضطر ان انا احط اللي هو ال squared brackets دي، مش مضطر. انا خلاص كده عرفت ان انا عايز حرف واحد، هو كاركتر بيتحط ما بين كوت واحده وحاجه في الاخر هنا بعمل في الميه سي، وبحط هنا كوما بلوت. لو عملت run هيطلع لي البلوت تايب بتاعتي بي. لو خليتها مثلا A عملت لها run هيطلع لي A. فكده احنا اللي عرفناه ان احنا عندنا اكتر من داتا تايب، حاجة اسمها integer اللي هي بتديني ارقام صحيحة، ولما بعمل لها بعمل لها كول او عايز احطها في البرنت بتاعتي بحط في مكانها في المية دي، وبعرف في الآخر الفاريبل بتاعي. نفس القصة في الفلوت،
بكتب اسم، بحط القيمة بتاعتي، فلوت بيديني أرقام عشرية، وأقدر أتحكم في هذه الأرقام العشرية إن أنا بكتب في المية، بوينت واحد، بوينت اتنين، بوينت تلاتة، على حسب ما أنا عايز كام رقم عشري. بعد كده الريل إيش.